ساحتين او ثلاثه، خل اخذ بعد اثنين من الضيوف هيك بعجاله. تكون تاخذ اثنين من الضيوف ما يصير اليوم، يعني جيتك للبصره وجلوسك بوسط حمله دارك يا الاخضر فلازم انه رجوعك ككادر وكد يكون ببغداد انه انت واحد من المنضمين للحملة إن شاء الله. والله شرف. فهذا يكون على صدرك. بس لا تقول اللبسة بالمباشر. العاصمة بغداد لازم تلبسه بالمباشر. هذا يتقدم إليك من أعضاء الحملة. والله أتشرف. إن شاء الله. وأنا اللي أكون أول أنا أكثر واحد يمكن أسرع واحد انضميت للحملة. ما تعبوا يا أخي. إحنا نساعدك. بعد شو تساعد أنت ورطتني بالجو. لازم. هذيك ليش تساعدني؟ ساعدوا شباب صفقوا له صفقوا له العلاوي. عافية عليك. انت لا تقولون الاعلام بس حكي والله ما احنا قول وفعل عشت ايده اذا لبست الدريس وجتك وزغال تذكرني والله المفروض تنذكرون المفروض تنذكرون بهذه التفاصيل انا انضميت رسميا من هذه الدقيقه لحمله دارك الاخضر والي الشرف طبعا الشرف يكون لما احنا جاي نعمل لمصلحه بلد مصلحه وطن وش محلاها من تكون البصره هي نقطه الانطلاق لرفع الحظر عن الملاعب العراقيه ان شاء الله احنا مقبلين على فد شيء تاريخي برياضتنا العراقيه ما كنا نحلم ان نشوف منتخبنا يلعب على ارضنا ما كنا نحلم ان نشوف هذا الجمهور كله يصفق للاعب منتخب وطني اجيال مرت يعني 30 عام اجيال مرت وهي تحلم أجيال طبعاً من نجومنا من منتخباتنا من جيل 86 وجيل 2007 والأجيال الباقية كانت تحلم أن تلعب على أرضنا والعالم الصفق لها اليوم هاي فرصة تاريخية أيضاً لمنتخبنا مصورين يقولون عدل نفسك خلا أخذ فاصل وأرجع عدل نفسي براحتي